السلام عليكم أعزائي الطلبة، عندنا اليونت الخامس على بركة الله، نتوكل على الله ونباشر به. يونت 5 لسن 1 Old ways of sending information. Old ways، الطرق القديمة لإرسال المعلومات. Information. المهم يقول لي read and use the pictures to work out the meaning of these words. read اقرأ و and use واستخدم the pictures هاي الصور to work out لاكتشاف الاكتشاف او لمعرفة the meaning معنى of these words لمعنى هذه الكلمات. راح نشوف هسه عندنا horse حصان، عندنا lighthouse هاي المنارة lighthouse، flag علم، drum طبل smoke دخان، عندنا signal إشارة و pigeon اللي هي حمامة. راح نشوف هسه أعزائي هنا نقرأ بالبداية، نشوف هذا أو حصان، هذا الراكب حصان راح نشوفه. يقول لي in the Arab world، في العالم العربي، in the Arab world men الرجال used to ride، اعتادوا to ride and يركبوا for hours carrying messages. يقول في العالم العربي الرجال اعتادوا أن يركبوا for hours، يركبوا لعدة ساعات carrying messages يعني حاملين الرسائل. اوكي when one horse was tired، عندما أحد الأحصنة يكون متعبا، they got another one، عندما يتعب أحد الأحصنة من الحصن، they got another one، هم يعني يمتطون حصانا آخر، الوان ترجع على الحصان. This messenger، هذا الرسول المرسال، serve started هذه المسنجر سيرف، هذه الخدمة، خدمة هذا الخدمة أو اللي يقدمها هذا الرسول، يعني اللي يروح على الحصان حامل الرسائل، أشبه بساع البريد، فيه يعني شلون ساع البريد يركب دراجة نارية وغيرها ويودي الرسائل، فكان يعني ساع البريد يعني يركب على الحصان ويرسل الرسائل. هاي خدمة ستارتد، بدأت ان 670 يعني بهاي السنة، هذه السنة بهذا التاريخ. It was called كانت تسمى البريد، كانت تسمى البريد، بين هذه كلمة البريد. هسه هذه 1، نروح على 2 اي اللايتهاوس. يقول لي people used to build lighthouses، يقول الناس اعتادوا أن يبنوا lighthouses هاي المنارات near the sea بالقرب من البحر. The lighthouses warn ships of danger، هذه المنارات يعني warned حذرت، تحذر يعني كانت تحذر شنو؟ تحذر ships السفن of danger من الخطر، يعني تحذر السفن، تنطيهم إشارات من يعني وجود خطر أو شيء من هذا القبيل. نشوف هذه الصورة أعزائي. يقول people used to send messages using flags، الناس اعتادوا أن يرسلوا الرسائل using flags باستخدام الأعلام، استخدام الأعلام. أوكي طيب بس نروح على هذا أبو أفريقيا 4. يقول لي in Africa، في أفريقيا people used to use، الناس اعتادوا أن يستخدموا drums الطبول to send messages، اعتادوا ان يستخدموا الطبول لارسال الرسائل. الخامسه Americans used to light fires، يقول الامريكيون اعتادوا to light fires، ان يشعلوا النيران on the top of the mountains، في اعالي او في قمم الجبال، and send messages، ويرسلون الرسائل using مستخدمين smoke signals، مستخدمين إشارات الدخان. أوكي طيب الأخيرة هذه people used to use، الناس اعتادوا أن يستخدموا pigeons الحمام أو الحمائم to carry messages، لحمل الرسائل from Egypt to Syria، من مصر إلى سوريا. A good pigeon could fly from Cairo to Damascus without stopping. يقول الحمامة الجيدة could استطاعت يعني تستطيع أن fly، أن تطير from Cairo من القاهرة to Damascus إلى دمشق without stopping بدون توقف. أوكي طيب يقول لي now talk about these questions، والآن تحدث عن هذه
الأسئلة، يقول لي when was the best time to use lighthouses, day or night, why؟ هذه أسئلة طبعا شوي أشبه بالمناقشة. متى كان أفضل وقت لاستخدام المنارات هاي اللايت هاوسز يعني الأفضل شنو، day or night، النهار أم الليل، why ولماذا؟ طيب how did pigeons know where to take their messages، كيف يعني كان الحمائم pigeons الحمائم know يعرفون أين يأخذون رسائلهم، أين يأخذون، كيف الكيفية اللي كانوا يعرفون يودون الرسائل بها. Which of these methods، أي من هذه الطرق، was the fastest، كان الأسرع، the slowest، الأبطأ، the safest، الأأمن أو الأكثر أمانا، أي من هذه الطرق. How many modern ways، كم عدد الطرق الحديثة of sending information، لإرسال الرسائل. Can you think of، هل يمكنك أن تفكر بها؟ بالنسبة لحل هذه الأسئلة أعزائي، ما هو أفضل الوقت لعمل المنارات، الليل أم النهار؟ طبعا أشوف لكم الأجوبة هذه، طبعا night، في الليل، because the light is clearer at night، في الليل، لأن يقول في الليل لأن الضوء يكون أكثر وضوحا في الليل. أوكي، هذه بالنسبة للأولى. بالنسبة للثانية، how did the pigeons، كيف كان يعني كيف هي معرفة، كيف كان البيجنز الحمائم يعرف كيف يعني يأخذ الرسائل، شنو هي الكيفية. The pigeons were only sent with messages to their homes، الحمائم كانت فقط يعني يتم إرسالها وإعطاؤها الرسائل، to their homes، إلى بيوتها، so they could always، ذلك هم دائما find their way، ذلك هم دائما يعرفون طريقهم. messenger pigeons are often called homing pigeons، the messages were tied to their legs، هنا يقول لي الحمام فقط يعني يتم إرسالها بالرسائل، يعطاها بالرسائل، to their homes، إلى بيوتها، لذلك هي تستطيع دائما أن تجد طريقها، دائما تجد طريقها لأن تكون عائدة للبيت. messenger pigeons، الحمام الرسول، الحمام يعني تكون بصيغة مرسال، are often called، دائما تسمى homing pigeons، الحمائم العائدة، الحمائم الراجعة، يعني الراجعة العائدة للبيت. The messages were tied، يقول الرسائل يتم ربطها، to their legs، إلى في يعني يتم ربطها بسيقانها. تمام، هذا هو الجواب الثاني، ظللنا باللون الأصفر. الثالث والرابع نشوفه، يقول لي which of these methods، أي من هذه الطرق هو الأسرع، الأبطأ، والأكثر أمانا. راح نشوف الجواب، يقول لي there are no right or wrong answers، ليس هناك جواب صحيح أو جواب أجوبة صحيحة أو أجوبة خاطئة، but get the student to give their reasons to their choices، هذه قلت تعتمد على الطلبة، الطالب هو اللي يشوف أنت هاي يعني الطالب برأيه أي من هذه الطرق هو الأكثر سرعة، ياهو الأكثر سرعة، يعني الحمام أكثر سرعة، هاي يعني على رأي الطلاب، ياهو الأكثر سرعة، يعني طالب شوف شو يقول مثلا، تتم المناقشة داخل الصف. The slowest، الأبطأ، ياهو الأبطأ، أكثر بطئا، ياهو كن أبو الخيل مثلا، يعني ياهو الأكثر، the safest، الأكثر أمانا، الأكثر أمانا، يعني حسب رأي الطلبة، شنو رأيك يعني الأكثر أمانا، ممكن الحمام، ممكن غيرها، حسب. على كل السؤال الآخر، how many modern ways، كم هو عدد الطرق الحديثة لإرسال المعلومات التي هل تستطيع يعني يمكنك أن تفكر بها. لسيد التليفون، يمكننا استنتاج التليفون، الإيميل، التليفون، الهاتف، الإيميل، البريد الإلكتروني، text، messages، الرسائل النصية، letters، والرسائل by post، الرسائل اللي تكون بواسطة البريد، الراديو أو التلفزيون. أوكي أعزائي، هذه هي الأجوبة إن شاء الله هذه الصفحة اللي هي هاي صفحة 47.
أتمنى الدرس العقلكم، تقبلوا أطيب تحياتي، يلتقيكم في درس قادم وإلى لقاء.